بلوط مرة أخرى غادي ينتقل من مدينة وجدة إلى مدينة بركان وهنا غادي نجيو في حين سبعة ديال الحالات هنا سبعة ديال الحالات تحكيمية غنبداو بالحالة الأولى هنا التدخل ديال اللاعب رقم 24 من فريق السوالم على اللاعب الهلالي هنا الحكم ترك الامتياز ولكن بالنسبة لي كان خصو من بعد التوقف أنه كان خصو يرجع للعقوبة الانضباطية لأن هنا كاين الركل بتهور على اللاعب هنا غنشوفوا كيفاش هنا اللاعب كيمشي للجهة ديال الشوفية ديال ديال اللاعب هنا الحكم انه رجع للقطة فقط اكتفى بالانذار الشفوي نرى هنا مطالبة مكونات السوال بركلة جزاء هنا من خلال الاعادة غيتبين بانه اللاعب ديال السوال رقم 11 غيدير سيمولاسيون بالنسبة لي هذا تحايل ومحاولة ديال تمويه الحكم على اعتبار انه وقع عليه الخطا هنايا يعني انا الحكم بالنسبه لي كان خصو يعلن على ركله خطا غير مباشره ويوجه الانذار للاعب رقم 11 هنا غنشوفوا تدخل ديال لاعب فريق نهضه بركان هنا كاين تاكل بتهور بالاضافه الى تكسير فرصه واحدة هجوم واعد انا بالنسبه لي جمع رجليه اسمها هنا يشوف الركبه ديالو الركبه ديالو يجمع رجليه زعما الركبه ديالو لان الركبه ديالو هنا فين كتشكل الخطوره لان الركبه باش كتصطاد مع التيبيا ممكن انها تدير كسر وكاين كذلك هجوم واعد لان اللاعب انه مشى من الجهه ديال اليسر كان ممكن انه غادي سونتري انا بالنسبه لي هنا اللاعب 35 من فريق نهضه بركان يستحق عقوبة انضباطية اللي هي الإنذار. هذه اللقطة تتمنى المشاهد الوفي يتبعها معنا الإمعان هنا كاين توغل ديال اللاعب المساوي وكاين عملية ديال دفع من الخلف وإسقاط داخل منطقة الجزاء. هنا الحكم كيدير 5 متر و على اعتبار بأن ما هناك الخطأ. هنا غنشوفوا من خلال الإعادة كاين اون شارج بار ديريير هنايا من لاعب رقم 33 من, من الخلف على اللاعب المساوي والإسقاط ديالو داخل منطقة الجزاء وبالتالي أن كاين ركلة جزاء مستحقه لصالح فريق نادي تفركان معلش عليها الحكم هنايا غنشوفوا جلال جيد هنايا انه كان يتحدث مع الغرفه ديال الفار هنايا انه استمر ولكن الغرفه ديال الفار انما هنا يمكن هنايا الغرفه ديال الفار عطاته القناعه بانه ما كاينش لان ما يمكنش خالد ان الحكم يبقى مكونسونطري شوف انا ما كنقلبش على العذر على الحكم على العذر لان ما يمكنش انه في ولكن في بعض الاحيان الله يحفظ العوان في, في 12 اليوم انك دير خمسه ديال المقابلات خمسه ديال في 12 اليوم دير خمسه ديال المقابلات راه الشيء اللي هو مرهق انك الجمعه انك تنتقل لمدينه الرباط المنتخب الاولمبي ايفان 23 نهار الاحد تنتقل لمدينه الدار البيضاء كمساعد فيديو في مقابله ديال الكاس الجمعه اللي موراها تمشي لخريبكا تنقل مدينة فاس لخريبكا الاثنين تنقل لمدينه وجده الثلاث تنقل لمدينه بركان فشيء اللي بالنسبه لي اللي هو مرهق بالنسبه للحكم لا من ناحيه النفسانيه لا من ناحيه الماديه وكذلك حتى من ناحيه البدنيه والذهنيه ديال الحكم ما يمكنش يبقى مكونسونطري هذا الحكم لان حتى الا ما كانش رجع لمدينه فاس وعاد تنقل لا غد لمدينه بركان راه غادي يكون بقى تما في مدينه وجده لا باين غادي يبقى في مدينه أنا وجده تصور انك غادي تبقى في مدينه وجده في يوم رمضان وخا تبقى في لوطيل خالد راه غتبقاو شيء اللي هو ممل بالنسبه بالنسبه للحكم انا فين هي هذه الكونسونطراسيون باش غادي يوجد الحكم وانا كنعرف السي محمد بلوط ارتباط ديالو بالعائله العائله اللي مرضي الوالدين أنه بالنسبه لي وحتى بالنسبه مع وليداته ما يمكنش ان الانسان يبقى غايب بخمس ايام غادي يغيب كاينين بعض لي ديبلاسمون اللي كتدي منك يومين خصك تبات في المدينه اللي كتمشي اللي كتعدى 300 كيلومتر خصك تبات فيها فانا بالنسبه لي كذلك العمل لو انه ما كاينش مثلا واحد الوالي امن متفهم ولا رئيس مصلحه اللي متفهم يمكن يبقى يعطي هذا الوقت كامل باش انه يكون مديبلاس يمشي يؤدي المهمه دياله على احسن وجه فمن هنا كنوجه انا بالنسبه لي التحيه للمديريه العامه للامن الوطني اللي كتسهل الماموريه ديال الحكام في التنقلات ديالهم باش يمشيو يغيبوا على العمل ديالهم ويمشيو يؤديوا المهمه ديال الحكم وكذلك الولايه ديال الامن فاس صراحه قال اللي كتفهم هذه المساله وهذا بالنسبه لي الحكم هنايا بالنسبه لي ما كيكونش هناك واحد الاريحيه في, في, في التنقلات ديالو وبالتالي كينعكس داك الشيء تاع العمل ديالو اللي خصو يرجع وخصو يريكيبيري حتى الخدمه ديالو الشيء اللي ما خلاهش هنا بالنسبه غنشوفوا هي حاله هنا ما قدرش يرياجي فيها ولا ما قدرش وغنشوفوا حاله اخرى غتجي في النهايه ديال المقابله نشوف <applause> هنايا غادي هنايا كيفاش غادي يدير الاشاره ديالو يقول ما كاينش هنايا هنا غنشوفوا هنا كاين تسلل اللي ما غايعلنش عليه السي عبد العظيم الشعيبي من خلال الاعاده هنايا ما كانش مركز مع الحاله بشكل جيد لان كان اللاعب ضيو ولو انه ما غايلعبش الكره ولكن تداخل مع حارس المرمى هنا كاين عمليه ديال التسلل لانه كان اورجو كلاسيكي هنا التسلل الكلاسيكي هنايا كان ممكن انه ينتبه له الحكم لانه كان تموضع بشكل جيد كان له لكن كان ينقصه التركيز في الاعلان على التسلل ديال المهاجم ديال فريق النهضه البركانية. البركانيه, هنا غادي نشوفوا هنايا اللاعب رقم 11 كيفاش انه غادي يصر على هنايا غادي نشوفوا حتى الحكم حتى الحكم انا من المسائل هنا من لو دي بلاسمون ديال الحكم هنا من الحكم انه ما يمكنش تعطي الكره بالظهر ديالك لان هذه دي من المسائل اللي هي غير مسموح بها من النصائح اللي لأن الحكم انه خصو يدير هنا المارش اونري. دي دي اللي خصو يدير العمليه ديال المشي بالخلف باش ما يتركش اللاعبين موراه هنا يمكن غير بار لان هنا اللاعب ديال فريق السوالم هنا غادي يمنع حارس المرمى هنا غادي يعلن على الخطا بدون ما يوجه انذار للاعب المخالف لانه كانت كتسمى الديفلوبمون دي ناتاك هنا غادي يشوفوا اللاعب يصير هنا المسك وغادي يمشي وغادي يعترض هنا شوف الحكم انه حتى الطريقه ديال الجري ديالو يمكن ما مستعد شيء بدنيا بالنسبه ليه وخاصه صعوبه في التنقل ديالو باش ياخذ القرارات هنا بالنسبه لي انه اللاعب رقم 11 كان يستحق عقوبه انضباطيه هنايا لا خدا هذا الانذار وكان خدا انذار ديال السيميلاسيون كان ممكن يتفرد في هذه المقابله هنا غنشوفوا في النهايه ديال المقابله هنا في الدقيقه السابعه من الوقت بدل الضائع هنا غادي نشوفوا سونتراج من جهه الكورنير وغنشوفوا هناك عمليه ديال لمس الكره باليد ديال المدافع ديال فريق السوالم هنا الحكم ما انتبهلاش وكذلك الغرفه ديال الفار هنا غتبان هنا غتبان خالد هنا شوف سماتش ديال الكره نشوفوا العملية ديال اليد وغنشوفوا واحد الحركة إضافية ديال اليد هنا أمام أنظار الحكم آه. هنا أمام أنظار الحكم هي شوف شوف اليد كيفاش حتى اليد أنها دارت حركة رياجات مع, مع الكرة هزات الكرة بمعنى حركة إضافية ديال اليد وبالتالي كاينه لمسة يد متعمدة ومعاقبة هنا وبالتالي ركلة جزاء مستحقة ثانية ديال الفريق ما كان الجلال ما هنا ماسكين لا واخا كان ماسكين هنا كان هنا الغرفة ديال الفار نشوف اللاعبين كيفاش غادي يحتجو اللاعبين ولكن هنا ما كانش اون رياكسيون ديال الحكم باش انه يتاخذ المتعين